مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم تم بناؤه وفقاً للمعايير الطبية الأمريكية لبناء المستشفيات الـ AIA، وتم تجهيزه على أحدث التقنيات من الشركات العالمية. ويعد المستشفى الوحيد بالمنطقة الذي يعتمد بالكلية على الملف الإلكتروني لربط فحوصات المريض السريرية والمعملية وأشعاته آلياً، مما يرفع مستوى الدقة والسرعة والكفاءة في الخدمة الطبية. يعتبر قسم الطوارئ من الأقسام الحيوية والأساسية، فهي الواجهة الأبرز للمستشفى، ويكون سير العمل على مدار 24 ساعة تحت إشراف أطباء في شتى المجالات وطاقم تمريضي مميز. لذا فإن العاملين مؤهلون ومدربون تدريباً عالياً على التعامل مع الحالات الطارئة، سواء للكبار أو الأطفال أو النساء والولادة، بالكفاءة والسرعة اللازمتين، وذلك باستخدام أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة، مع دعم كامل من قبل باقي الأقسام الحيوية في المستشفى على مدار الساعة. كما أن القسم مزود بسيارتي إسعاف مجهزتين كوحدتي عناية مركزة متنقلتين لجميع الأعمار بما فيها المواليد، حيث تتوفر أجهزة اتصال بين الفريق في سيارة الإسعاف والكوادر المتخصصة في المستشفى لإعطاء النصيحة والتعليمات العلاجية أثناء الاتجاه للمستشفى. يعتبر المختبر رافداً هاماً يخدم جميع أقسام المستشفى، لذا تم تجهيزه بتقنيات عالمية متقدمة تتيح تأمين الجودة المطلوبة، مع وجود تواصل إلكتروني مع مختلف العيادات لسرعة التشخيص والعلاج. وقد تم توفير أجهزة حديثة مثل كوباس 6000 الذي يعتبر من أكثر الأجهزة تطوراً في العالم، حيث يمكن إنجاز حتى 6000 تحليل في الساعة، ويسمح بعمل أكثر من 160 تحليلاً على العينة الواحدة. وجهاز أركيتكت 1000 وهو الأول في الشرق الأوسط، وجهاز فايتك 2 للحصول على نتائج دقيقة وسريعة، بالإضافة لوحدة بنك الدم حيث يتم عمل الزمر الدموية وفحص تطابق الدم بشكل آلي، ويتم مراقبة الجودة بإرسال عينات لمختبرات عالمية في فرنسا وأمريكا من أجل مقارنة النتائج. يعتبر قسم الأشعة من الأقسام الحيوية والمتكاملة والتي تنبض بما هو جديد في عالم الطب والتشخيص، فالقسم يحتوي على جهاز الرنين المغناطيسي الأحدث من نوعه في العالم، وينفرد في قدرته على تصوير المريض أثناء الحركة بدون تخدير، وكذلك تصوير الأوعية الدموية بدون صبغة ملونة. ويتوفر أيضاً أحدث جهاز للتصوير الطبقي CT scan الذي يتميز بتصوير وتنظير القولون دون منظار أو تخدير، بالإضافة إلى تصوير كامل الجسم خلال 5 ثوان. ويحتوي القسم أيضاً على جهاز الأشعة التلفزيوني الرقمي Digital Fluoroscopy لتصوير الجهاز الهضمي والبولي بالريموت كنترول وبنسبة إشعاع منخفضة للمريض. ومن الأجهزة المتطورة أجهزة الموجات فوق الصوتية Ultrasound التي تمتاز بالتصوير رباعي الأبعاد واكتشاف جلطات الأوعية الدموية بطريقة سهلة وسريعة. ويتوفر أيضاً جهاز تصوير الثدي الرقمي Digital Mammography، ويمتاز باكتشافه الأمراض السرطانية صغيرة الحجم وإصداره نسبة قليلة جداً من الأشعة للمحافظة على سلامة المريضة.
هذا بالإضافة إلى أجهزة الأشعة الرقمية Digital X-rays والتي تستخدم خاصية التوجيه التلقائي لراحة وسلامة المريض. إن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية أخذت على عاتقها تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية، حيث يوجد بالمستشفى أكثر من 15 تخصصاً طبياً، كما جهزت كل العيادات بجميع المستلزمات، وتم ربط عيادة كل طبيب بنظام الملف الإلكتروني، فمن خلال عيادة الطبيب يتم التواصل بين المختبر والأشعة، حيث صمم النظام من قبل المجموعة وفق أفضل المعايير والمواصفات الطبية العالمية. يحتوي قسم الأسنان على 15 عيادة متخصصة بها زراعة، جراحة، تقويم وأطفال. جهزت هذه العيادات بأحدث الأجهزة، كما يضم القسم معملاً متكاملاً جهز حسب المقاييس والمعايير العالمية تحت إشراف مختصين. كما يضم قسم الأسنان مركزاً لتعقيم أدوات الأسنان، ورعي في التصميم إطلاع المريض على عملية التعقيم. إن وحدة مناظير الجهاز الهضمي صممت حسب توصيات الجمعية الأمريكية، بحيث تضم الوحدة غرفتي تنظير بالإضافة إلى غرف الإفاقة لمراقبة المريض بعد الإجراء من قبل طاقم تمريضي متخصص لمنع حدوث أي مضاعفات. تم تجهيز وحدة الليزك لتصحيح البصر بأحدث جهاز ليزك البلو لاين بتقنية تي كات تحت إشراف استشاري للعيون. روعي في تصميم غرف العمليات الجراحية الالتزام بالمعايير والمقاييس حسب توصيات الجمعية الأمريكية العالمية للجودة. تضم منطقة خاصة للتجهيز قبل العملية، وهو ما يحتاجه المريض بشدة للتخفيف من التوتر والاستعداد النفسي للجراحة، حيث يضم القسم 6 غرف عمليات تحتوي على أجهزة من كبرى الشركات العالمية مثل شركة دريجر الألمانية للغازات الطبية وشركة ميكيوت السويسرية. كما زودت جميع الغرف بأحدث أجهزة التخدير من شركة جي إي جنرال إلكتريك الأمريكية، وهي أجهزة مميزة ودقيقة، مما يمكن طبيب التخدير من التحكم في كمية الغازات الضرورية لسلامة المريض أثناء إجراء العملية. كما أن جميع غرف العمليات مزودة بأجهزة مراقبة ومتابعة مركزية متناهية الدقة تعمل باللمس وبشكل إلكتروني، وهذه الأجهزة متصلة بأجهزة المراقبة في العناية المركزية وغرفة الإفاقة. ومن أهم ميزات هذه الأجهزة أنها تقوم بتحذير الطاقم عند وجود أي طارئ، مما يسهل سرعة التدخل وبالتالي منع حدوث المضاعفات الخطيرة. كما روعي انتقاء الأدوات الجراحية من أفضل الشركات المشهورة عالمياً أسيكيو لاب الألمانية، وتم توفير أفضل الميكروسكوبات الجراحية الهامة للجراحات الدقيقة كجراحة العيون والمخ والأعصاب. كما تم تجهيز المستشفى بكل ما يلزم لجراحات العظام والإصابات، بالإضافة لتوفير كافة المعدات الخاصة بعمليات استبدال المفاصل الصناعية كمفصلي الحوض والركبة. كما أنه ملحق بغرف العمليات غرفة إفاقة كبيرة مجهزة بأحدث أجهزة المراقبة القلبية والمتابعة الحيوية، والمتصلة بشكل لاسلكي بغرفة العمليات وغرفة العناية المركزة. وجهزت العناية المركزة بأحدث أجهزة مراقبة وظائف القلب والتنفس لتتمكن من تقديم الرعاية لكل فئات المرضى أطفالاً أو بالغين. وتحتوي الوحدة على 15 سريراً بالإضافة لغرفة عزل. يشغل قسم النساء والولادة الطابق الخامس، حيث يحتوي على 6 غرف للولادة مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات وغرفة عمليات قيصرية في حالة حدوث طارئ.
أما بالنسبة لقسم الحضانة فقد تم تصميمه للمحافظة على أمن وسلامة المواليد، ويرتبط قسم الولادة بقسم الخدج، حيث يتم استقبال المواليد الخدج الذين يحتاجون إلى عناية مركزة لحديثي الولادة. يتكون فريق التمريض من كوادر مؤهلة من مختلف الجنسيات لتقديم أحدث المهارات التمريضية وأفضل أنواع الرعاية الصحية في أطر ومعايير دولية، والكادر التمريضي على أتم الاستعداد لتقديم الرعاية والعناية التامة والدعم للرقي بالعناية التمريضية بقيادة مديرة تمريض من جنوب إفريقيا. لقد تم توفير خدمة الرعاية الصحية المنزلية من باب الحرص على شمولية الخدمة المقدمة لمرضانا في حالة عدم استطاعتهم الحضور للمستشفى، ويتم تقديم الاستشارة الطبية خلال تواجد المريض في بيته، وكذلك إمكانية توفير ممرضة لمرافقة المريض حسب احتياجاته. ويوجد في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم صيدلية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتتوفر في الصيدلية جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات التجميلية، كما يعمل فيها طاقم مؤهل من الصيادلة الإكلينيكيين. إيماناً من المستشفى بدوره في نشر الوعي الطبي والصحي بين العاملين في المستشفى والعاملين في القطاع الصحي بالمنطقة، خصص الدور السادس وقاعة الدكتور عبدالله الحربش للتعليم الطبي المستمر، مع تجهيزها بالتقنيات الحديثة من صوت وصورة، وتتسع القاعة لحوالي 400 شخص. ونحن نجتهد لنقدم خدمات طبية متكاملة، مع كون مهنتنا لا تخلو من الصعاب، حيث إنها تعتمد على الكوادر البشرية المؤهلة الصعبة عالمياً والنادرة محلياً. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، خدمات طبية متكاملة في مكان واحد. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان الرياض. تم تصميم المستشفى وفقا لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية، حيث يضم 255 سريرا و12 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، وأكثر من 13 غرفة ولادة عالية التجهيز. كما يوجد بالمستشفى أكثر من 170 غرفة تنويم تتضمن كل الفئات، ووحدة عناية مركزة للأطفال الخدج بسعة 50 حاضنة، منها 20 حاضنة لاستقبال الخدج من خارج المستشفى. ويخدم المرضى أكثر من 20 مصعد كهربائي وسلم كهربائي متحرك، ومواقف خاصة داخلية وخارجية تتجاوز 600 موقف سيارة. إن معظم الأطباء من حملة البورد الأمريكي أو الكندي أو الزمالة البريطانية أو الأوروبية أو ما يعادلها، وهم ذات كفاءات طبية عالمية لتشخيص وإجراء أدق الجراحات. Hello, resource team. Prepare the resource team. I have one patient here.
إن قسم الطوارئ هو أكبر قسم طوارئ شامل معد ومجهز لاستقبال الحالات الإسعافية وتقديم خدماته وفقا للتوصيات العالمية على مدار 24 ساعة، بوجود عدد من أكفأ الاستشاريين في طب الطوارئ، مع وجود استشاري أطفال على مدار الساعة، وتم توفير غرف عمليات في الطوارئ بمواصفات عالمية. كما يتم إجراء كافة الأشعة والفحوصات للمريض وهو على السرير الخاص به دون الحاجة للتنقل، وتم تجهيز غرف معزولة خاصة لتقديم الخدمات للنساء بها طاقم نسائي 100%. كما تم توفير أجهزة فحص العلامات الحيوية وتخطيط الجنين لتحديد سلامة نبضات القلب وتشخيص حالات الولادة بشكل آمن، وتمت المراعاة في التصميم الهندسي الوصول إلى غرف العمليات في أقل وقت ممكن. كما تم تجهيز وحدات إسعاف متنقلة للتدخل السريع في الحالات الحرجة، وهي وحدة ICU المتنقلة، وقد تم تجهيز مهبط مروحية للوصول السريع للحالات الطارئة. يعتبر مركز السمنة في المستشفى أول مركز متخصص في علاج أمراض السمنة في القطاع الخاص. يقدم المركز خدماته الطبية الشاملة بفحص المريض وتحديد وتشخيص سبب السمنة، وذلك عن طريق الفحص السريري والمخبري المبني على التوصيات الأوروبية لمعالجة أمراض السمنة. ويقدم المركز أيضا الخدمات الطبية المساندة عن طريق متخصصين في العلاج الغذائي والعلاج السلوكي والتمارين العلاجية. ويضم المركز وحدة الجراحة التقليدية والتي تقدم جميع العمليات الخاصة بالسمنة مثل الربط والتحويل والبالون والتدبيس، وأيضا قسم للجراحات التجميلية لإظهار شكل المريض بأفضل صورة ممكنة عن طريق شفط الدهون أو تذويب الدهون المتراكمة في مناطق معينة بالجسم. يضم المستشفى أكثر من 14 قسم به 240 عيادة جهزت بأحدث الأجهزة، وتم توفير نخبة من الاستشاريين والاستشاريات وروعي فيها أحدث التقنيات الحديثة. وتضم العيادات عيادة النساء والولادة، وتم تزويد العيادة بالأجهزة الثلاثية والرباعية الأبعاد التي تعطي دقة كبيرة في متابعة نمو الجنين، وهي من الأجهزة الرائدة في هذا المجال. عيادة الأطفال، يقدم قسم الأطفال بالمستشفى عناية صحية شاملة والتقييم العام للحالة الصحية للطفل بأحدث التجهيزات الفنية للتشخيص والعلاج. قسم المسالك البولية، يوفر هذا القسم جميع الأجهزة التشخيصية الخاصة بالمسالك البولية وأجهزة المناظير المتطورة بجودة عالية، يقوم بعمل جميع أنواع عمليات المناظير. قسم الأنف والأذن والحنجرة، جهز القسم بأعلى مستوى تقني لتشخيص أمراض الأذن المزمنة وحالات ضعف السمع وعلاجها بالجراحات الميكروسكوبية الدقيقة. قسم القلب، يقدم قسم القلب خدماته للمرضى بأحدث جهاز لتخطيط القلب في العالم إيكو، والمعروف باسم فيفدي، والمتخصص في فحص القلب والشرايين. قسم العظام، يتوفر بالقسم أحدث تقنية في العالم للأجهزة الدقيقة لجراحات العظام والعمود الفقري وعمليات الإصابات الرياضية. قسم العيون، ويحتوي القسم على جهاز الليزك وجهاز علاج الشبكية بالليزر، وكذلك جهاز الألتراساوند وجهاز تصوير الشبكية باستخدام الفلوروسين، وجميعها ذات كفاءة وتقنية عالية. قسم العلاج الطبيعي، يتوفر بالقسم أفضل المتخصصين في التقييم الحركي وخصوصا حالات إصابات العظام والعمود الفقري والإصابات الرياضية باستخدام الليزر والموجات فوق الصوتية.
قسم الجلدية والتجميل. زود القسم بوحدة ليزر الجلدية والتجميل لعلاج جميع مشاكل الأمراض الجلدية، ومنها التقشير بالليزر وشد الجلد وعلاج الندبات وحب الشباب. يعتبر قسم الأسنان واحداً من أهم المراكز الرائدة والمتميزة في أساليب تقديم خدمات الأسنان تبعاً لأرقى وأجود معايير السلامة والصحة العالمية. يحتوي قسم الأسنان على 34 عيادة متخصصة، بها زراعة وجراحة وتقويم وعيادة متخصصة للأطفال. ينفرد قسم الأسنان بجاهزيته لاستقبال مرضى الأسنان الذين يعانون من مشاكل صحية قد تحرمهم الفرصة من تلقي العلاج المناسب في عيادات الأسنان الأخرى، كمرضى القلب والمصابين بالتهاب الكبد الوبائي وذوي الاحتياجات الخاصة بإشراف أطباء استشاريين متخصصين في مختلف حقول الطب. ولقد وفرنا أجهزة أشعة تضمن تشخيصاً متكاملاً لعلاج مثالي وملائم، وتشمل هذه الأجهزة جهاز أشعة البانوراما وجهاز التصوير الشعاعي التلفزيوني ديجيتال كاميرا والكاميرا المتصلة بالحاسوب لتصوير الفم من الداخل والخارج intraoral كاميرا وتقنية الأشعة المقطعية ثلاثية الأبعاد. كما تم استحداث وحدة خاصة ومستقلة تماما للتعقيم يتبع فيها نظام صارم للتعقيم الوقائي. كما أننا ننفرد بوجود معمل الأسنان المهيأ بكافة الإمكانيات داخل القسم والمسؤول عن تحضير الأسنان باستخدام أحدث التقنيات، مما يسهل الحصول على كافة البيانات وتنظيمها والإعداد فيما بعد للعملية بأسرع وقت ممكن. كذلك وجود أول جهاز من نوعه بالشرق الأوسط في مجال التصوير ثلاثي الأبعاد الخاص بالأسنان للحصول من خلاله على صور رقمية عالية الوضوح للأسنان، كما يستخدم في الأعمال التحضيرية للحشوات وزراعة الأسنان. يوجد بوحدة المناظير عيادات خارجية متخصصة بوجود استشاري، وتحتوي على أحدث الأجهزة في التنظير أكسيريا، والذي يمتاز بوجود نظام AFI وقدرة تكبير 75 مرة على الأنظمة العادية، والتي تساعد في تشخيص أدق وأصغر الاعتلالات المرضية، والذي يساعد باكتشاف المراحل السرطانية البدائية ومعالجتها من خلال التنظير وأخذ العينات اللازمة للفحص الميكروسكوبي وغيرها. ويوجد بالقسم كبسولة برافو، والتي هي بحجم كبسولة دواء يتم بلعها، وتقوم بتصوير فيديو حي للأمعاء الدقيقة، وتبث الصور بمعدل صورتين بالثانية على مستقبل يبث على بطن المريض، وفيها يتم تحليل الصور عن طريق الكمبيوتر لاكتشاف أي حالات مرضية في الأمعاء الدقيقة. إن قسم الأشعة مجهز بأحدث التقنيات في مجال الأشعة والتصوير الطبقي المحوري، حيث يقوم بتصوير شرايين القلب دون تدخلات أو تخدير أو تنويم، وذلك خلال 5 ثوان، وبنسبة أشعة أقل 80% من الأجهزة الأخرى. وجود جهاز حديث ومتطور لتفتيت الحصى بتقنيات بيزولت الألمانية بكفاءة عالية وبدون ألم أو تخدير. وجود مختبر لقسطرة شرايين القلب والتداخلات الشعاعية مجهز بأحدث التقنيات والكوادر الطبية. حصول المريض على تقارير وصور الأشعة في أي من مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب. ربط جميع مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب بشبكة نظم حديثة تيلي راديولوجي لتبادل الآراء والخبرات في الحالات الصعبة مباشرة. يعتمد القسم على نظام الأرشفة الحديث PACS، حيث يمكن للمريض التواصل مع المستشفى في أي مكان بالعالم. يعتبر المختبر أهم الأقسام الداعمة للعملية الطبية لتقديم تشخيص وعلاج صحيح، لذا تم ربط المختبر بعدة برامج لمراجعة الجودة داخليا وخارجيا عبر برامج عالمية لمراجعة الجودة
مثل برنامج لاب كواليتي من فنلندا وبرنامج الميكاس من إنجلترا، والذي يقوم بإجراء عدة تحاليل في وقت واحد. وتم تأمين جهاز كوباس 6000، وهو أكثر الأجهزة تطوراً ويجري أكثر من 1000 تحليل في الساعة الواحدة، إضافة إلى جهاز كوباس 311 وكوباس 411 وجهاز أركيتكت 1000 والعديد من أحدث الأجهزة لإعطاء نتائج دقيقة والكشف المبكر عن وجود أي بكتيريا ممرضة أو فيروسات معدية. كما تم تخصيص غرف خاصة بالسيدات لسحب عينات الدم يعمل بها فنيات مؤهلات للتعامل مع النساء. روعي بتصميم غرف العمليات الجراحية الالتزام بالمعايير والمقاييس حسب توجيهات الجمعية الأمريكية العالمية للجودة، حيث يضم القسم 13 غرفة عمليات تحتوي على أجهزة من كبرى الشركات العالمية. كما زودت الغرف بأحدث أجهزة التخدير المميزة والدقيقة، كما أن جميع غرف العمليات مزودة بأجهزة مراقبة ومتابعة مركزية متناهية الدقة، وهي متصلة بأجهزة المراقبة بالعناية المركزة وغرف الإفاقة. ومميزات هذه الأجهزة أنها تقوم بتحذير الطاقم عند وجود أي طارئ، مما يسهل سرعة التدخل وبالتالي منع حدوث مضاعفات خطيرة. وتم توفير أفضل الميكروسكوبات الهامة للجراحات الدقيقة كجراحة العيون والمخ والأعصاب، كما وأنه ملحق بغرف العمليات غرفة إفاقة كبيرة مجهزة بأحدث أجهزة المراقبة القلبية والمتابعة الحيوية، ومتصلة بشكل لاسلكي بغرف العمليات وغرف العناية المركزة. إن قسم العناية المركزة في المستشفى يقدم رعاية طبية مميزة لكافة المرضى، ويتألف القسم من 17 سرير، وهي مجهزة بأحدث التقنيات العالمية لاستقبال كافة الحالات المستعصية، وهي مجهزة لمراقبة القلب والعلامات الحيوية، ومجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي. وتضم أيضا غرفتي للعزل مجهزة بأنظمة الشفط الهوائي، وتضم كوادر تمريضية ذات كفاءة عالية على مدار 24 ساعة، ويضم أيضا أخصائيون في علاج التنفس الصناعي. ويوجد أيضا قسم القسطرة، والذي يقوم بعمل جميع العمليات التشخيصية والعلاجية. صممت الوحدة للمحافظة على أمن وسلامة المواليد، ويرتبط قسم العناية المركزة بقسم الخدج، حيث يتم استقبال المواليد الخدج الذين يحتاجون إلى عناية مركزة لحديثي الولادة. حرص المستشفى على تأمين أجنحة إقامة للمرضى بشكل مريح وهادئ، يعطي المريض السكينة والشفاء، ومجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها المريض أثناء إقامته بالمستشفى ولمرافقيه، وسهولة الوصول إليه. ولأول مرة في الشرق الأوسط تم توفير برنامج الرعاية الصحية المنزلية، وللنساء أيضا تم توفير كوادر طبية نسائية لتوفير أعلى نسبة من الخصوصية لفحص طبي شامل في رحاب المنزل. تسعى إدارة المستشفى لنشر الوعي الطبي والصحي بين العاملين في المستشفى والعاملين بالقطاع الصحي بالمنطقة. خصصت قاعة في الدور الثالث للتعليم الطبي، لتقام فيها محاضرات أسبوعية وندوات دورية ومؤتمرات عالمية، مع تجهيزها بالتقنيات الحديثة من صوت وصورة، وتتسع لحوالي 400 شخص. ويوجد بالمستشفى صيدلية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتتوفر في الصيدلية جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والجلدية والعناية بالبشرة ومستلزمات الأطفال حديثي الولادة، كما يعمل بها طاقم مؤهل من الصيادلة الإكلينيكيين. كما تم تطبيق نظام تخزين آلي مهمته الحفظ في درجات حرارة مثالية. نحن نسعى دائما لتقديم خدمات متكاملة،
حيث تم توفير كوادر بشرية في استقبال المكالمات ومتابعة المواعيد والتذكير بها لتسهيل التواصل مع الأطباء ومختلف طاقم المستشفى ومعرفة النتائج والفحوصات وتقديم كافة الخدمات والدعم اللوجستي التي يحتاج لها عملاؤنا لينعموا بأفضل الخدمات وأرقاها أينما كانت. هدفنا دوماً في مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تقديم أفضل الخدمات الطبية على يد أفضل الكفاءات في جو من الراحة والثقة والطمأنينة.